جرائم مروعة، أحكام بالإعدام، وقصص هزت المجتمع. في هذا الفيديو سنكشف عن تفاصيل مثيرة لأحداث صادمة، حيث امتزج العنف بالعدالة، من ريجنالد بلاندون إلى جون ستيفنسون ودونالد جرانت، رجال غيروا مجرى حياتهم وحياة الآخرين. استعدوا لاكتشاف ما وراء الكواليس في هذه القضايا التي لا تنسى. تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جون ويليام كينغ، وهو اسم ارتبط إلى الأبد بإحدى أبشع جرائم الكراهية في تاريخ الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، مغلقاً فصلاً مؤلماً ظل يطارد شرق تكساس لأكثر من عقدين. في عام 1998 ارتكب كينغ مع اثنين من المتواطئين لورانس بروير وشون باري جريمة بشعة هزت الأمة وكشفت عن العنصرية المتجذرة التي لا تزال تلوث المجتمع. الجريمة تمثلت في القتل الوحشي لجيمس بيرد الابن، وهو رجل أمريكي من أصول أفريقية يبلغ من العمر 49 عاماً. تم تقييد بيرد إلى مؤخرة شاحنة وسحب لأميال على طريق مقفر، وتم تركه في النهاية مشوهاً أمام كنيسة الطبيعة المروعة لوفاته، ألقت الضوء على بلدة جاسبر الصغيرة في تكساس، وأجبرت العالم على مواجهة الواقع المزعج للعنف العنصري في أمريكا الحديثة. كان جون ويليام كينغ البالغ من العمر 44 عاماً وقت إعدامه، آخر المتورطين الثلاثة الذين يواجهون العقاب النهائي لدورهم في قتل بيرد. كشفت خلفية كينغ عن تاريخ مظلم ومقلق، حيث كان متورطاً في عصابة عنصرية بيضاء داخل السجن، وحمل وشوماً عنصرية تضمنت رموزاً مرتبطة بمنظمة كوكلوكس كلان وصليباً معقوفاً، وحتى تصويراً بيانياً لعملية إعدام شنقاً. في استئناف اللحظة الأخيرة، جادل محامي كينغ بأن حكماً حديثاً للمحكمة العليا الأمريكية يتيح لموكله محاكمة جديدة، لأن محاميه الأصليين فشلوا في إثبات براءته أمام هيئة المحلفين، رغم إصرار كينغ على ذلك. تم رفض هذا الاستئناف بفارق ضيق من قبل محكمة الاستئناف الجنائية في تكساس بحكم 5-4، ورفضت المحكمة العليا الأمريكية إيقاف الإعدام بعد 30 دقيقة من الموعد المقرر لبدء التنفيذ. خلال الإعدام لم يكن لدى كينغ شهود شخصيين، ولم ينطق بكلمات أخيرة، ولكنه قدم بياناً مكتوباً مسبقاً قال فيه: العقاب بالإعدام، من لا يملك المال يحصل على العقاب. تم إعطاؤه جرعة قاتلة من مادة بنتو باربيتال في الساعة 6:56 مساءً، وأعلن عن وفاته بعد 12 دقيقة. بوبي جو لونغ هو اسم محفور في التاريخ الجنائي باعتباره أحد أكثر القتلة المتسلسلين شهرة ورعباً. امتدت فترة رعبه من أوائل الثمانينيات، تاركاً وراءه سلسلة من الفظائع التي لا توصف. بين عامي 1981 و1984 تصاعدت جرائمه، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه اعتدى على نحو 50 امرأة خلال هذه الفترة. في عام 1981 تم توجيه تهمة الاغتصاب إلى لونغ وحوكمي وأدين، لكنه تمكن من استئناف الحكم والحصول على البراءة. في عام 1984 انتقل لونغ من ميامي إلى تامبا، حيث بدأ في تنفيذ سلسلة من جرائم القتل المرعبة. كان يتجول في شارع نبراسكا في تامبا، وهو مركز للأندية والحانات التي يرتادها عاملات الجنس، وتحول من مغتصب إلى قاتل متسلسل. تطورت أساليبه لتشمل اختطاف النساء واغتصابهن ثم نقلهن إلى مواقع نائية، حيث كان ينهي حياتهن بدم بارد. كان الخنق هو طريقته المفضلة، على الرغم من أن بعض الضحايا قتلن بقطع حناجرهن أو بالضرب الوحشي. كانت كل جريمة قتل مصحوبة بوضع جثث الضحايا في أوضاع مروعة بعد الموت، مما يعكس عمق الفساد الأخلاقي لدى لونغ. للأسف لم تقتصر ضحاياه على عاملات الجنس، فقد كانت إليزابيث لوينباخ البالغة من العمر 22 عاماً وتعمل في مصنع من بين الضحايا، على الرغم من عدم وجود أي صلة لها بالبغاء، تم اختطافها وتعرضت لنفس المصير الفظيع. كما اختفت فيكي إليوت النادلة البالغة من العمر 21 عاماً، وتم العثور عليها لاحقاً مقتولة خنقاً. ومع ذلك كانت عملية اختطاف ليزا ميكفي البالغة من العمر 17 عاماً هي التي أدت في النهاية إلى القبض على لونغ. أظهرت ميكفي شجاعة وذكاء استثنائيين، حيث استطاعت أن تترك أدلة أثناء احتجازها وهي معصوبة العينين. كانت أوصافها الدقيقة للسيارة وزيارتها للصراف الآلي وتصميم منزل لونغ أدلة حاسمة. تم القبض على لونغ في 16 نوفمبر 1984، وأدت اعترافاته إلى ربطه بعشرة جرائم قتل، بما في ذلك اختطاف واغتصاب مكفي،
وأسفر التفاوض على صفقة بالاعتراف بالذنب عن اعتراف لونغ بثمان جرائم قتل، وحكم عليه بثمانية وعشرون حكماً بالسجن مدى الحياة. كان تشارلز إنج مرادف للقسوة الباردة وحكم الرعب الذي اجتاح شمال كاليفورنيا في منتصف القرن العشرين، لا يزال يمثل شخصية مروعة في سجلات التاريخ الجنائي. يوم الخميس أيدت المحكمة العليا في كاليفورنيا حكم الإعدام عليه، وهو خاتمة قاتمة لملحمة قانونية استمرت لأكثر من عقدين. تشارلز إن الذي يبلغ الآن 61 عاماً أدين في عام 1999 في 11 تهمة بالقتل، وهو حكم يعكس تورطه في جرائم قتل شنيعة لستة رجال وثلاث نساء وطفلين بين عامي 1984 و1985. كانت فترة الرعب التي قام بها تتكشف على شكل سلسلة من عمليات الاختطاف المرعبة في شمال كاليفورنيا، حيث تم إخفاء الضحايا في مخبأ سري في مجمع منعزل مساحته 212 فداناً في سييرا نيفادا يقع على بعد 150 ميلاً شرق سان فرانسيسكو. كشفت التفاصيل المخيفة للجرائم عن رواية مزعجة للغاية. بعد أن انتحر شريكه تمكن من الهروب من العدالة بالفرار إلى كندا، ومع ذلك تم القبض عليه في النهاية في كالجاري ألبرتا، حيث واجه تهماً بالسرقة والاعتداء على حارس أمن. على الرغم من كونه هارباً في الولايات المتحدة، أثبتت عملية تسليمه أنها طويلة، حيث جادل محاميه ضد إرساله إلى مكان يطبق فيه عقوبة الإعدام بينما لا تطبق كندا هذه العقوبة. ومع ذلك قضت المحكمة العليا الكندية في النهاية بأن احتمال التعرض لعقوبة قاسية وغير معتادة لا ينطبق في هذه الحالة، حيث أن مواطناً أمريكياً سيكون خاضعاً للقانون الأمريكي عن الجرائم التي ارتكبها في الولايات المتحدة. بعد ست سنوات من معارك التسليم تم إعادته إلى الأراضي الأمريكية في عام 1991. المحاكمة اللاحقة في كاليفورنيا التي بدأت في عام 1998 تعتبر واحدة من أطول وأغلى المحاكمات في تاريخ الولاية، حيث شابتها التأخيرات المتكررة والمرافعات من قبل الدفاع طوال المحاكمة. قدم الادعاء أدلة مروعة بما في ذلك مذكرات من 250 صفحة وأشرطة فيديو توثق الجرائم. دونالد جرانت، المعروف باسم دونالد أنتوني جرانت، البالغ من العمر 46 عاماً، واجه نهايته من خلال حقنة قاتلة في 27 يناير 2022 في سجن ولاية أوكلاهوما، رغم أنه قدم طلباً سابقاً لتنفيذ حكم الإعدام عليه بواسطة فرقة إعدام. بدأت عملية الإعدام في الساعة 10:03 صباحاً، وتم إعلان فقدانه للوعي في الساعة 10:08 صباحاً، وأعلن عن وفاته في الساعة 10:16 صباحاً. كان هذا الحدث أول عملية إعدام في الولايات المتحدة لعام 2022 وثالث عملية في ولاية أوكلاهوما منذ استئناف تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف دام ست سنوات في أكتوبر. كان جرانت قد قتل بريندا ميليا البالغة من العمر 29 عاماً وفيليشا سوزيت سميث البالغة من العمر 43 عاماً. حتى لا يكون هناك شهود على جريمة السرقة التي نفذها في فندق لينتا إن في مدينة ديل في يوليو عام 2001، حضر 18 شاهداً من بينهم صحفيون ومدعون عامون ورئيس للشرطة وأشخاص مرتبطون بجرانت وضحاياه أثناء تنفيذ حكم الإعدام. كانت كلمات جرانت الأخيرة متقطعة واستمرت لمدة دقيقتين، وتم قطع الميكروفون بواسطة أحد أفراد طاقم السجن. عبر جرانت عن عزمه قائلاً: أنا بخير، هذا ليس شيئاً، أنا قوي، لا أدوية ولا شيء، أنا قوي. واستمر في الحديث حتى بعد إغلاق الميكروفون، حيث خاطب أفراد عائلته الموجودين في غرفة الشهود قائلاً: سأذهب إلى الكون ثم سأعود، الله هنا، الإله الحقيقي. وظهرت دموع تنساب على وجهه لحظة إعدامه. تدور قضية جون ستيفنسون حول جريمة قتل ثلاثية مروعة حدثت في ولاية إنديانا عام 1996، ورغم أن الإجراءات القانونية أخذت أهمية كبيرة بسبب استخدام حزام الصعق الكهربائي أثناء محاكمته، إلا أنه من المهم فهم طبيعة جريمته. في مارس 1996 وقعت حادثة مروعة عند تقاطع ريفي في مقاطعة وور إنديانا. كان جون ستيفنسون الذي كان يبلغ من العمر 54 عاماً في وقت قرار محكمة الاستئناف
قد أدين بقتل 3 أفراد داخل شاحنة صغيرة. الضحايا جاي وكاثي تايلر كانوا قد اصطحبوا براندي سودن من مكان عملها في إيفانسفيل، وخلال قيادتهم قام ستيفنسون بمطاردتهم، وفي النهاية واجههم عند التقاطع الريفي. باستخدام قسوة مرعبة أطلق ستيفنسون وابلاً من الرصاص من بندقية هجومية من طراز سلاح خاص تحتوي على 30 رصاصة على الشاحنة الصغيرة، مما أدى إلى إنهاء حياة الركاب 3 بلا رحمة. وبعد الهجوم الأولي زاد من وحشية الجريمة بطعن كل ضحية عدة مرات. كانت الجريمة عملاً مروعاً وعنيفاً أثار صدمة المجتمع المحلي. أثناء المحاكمة ارتدى ستيفنسون حزام صعق كهربائي خلال مرحلتي المحاكمة والعقوبة. يتيح هذا الجهاز لأحد الضباط توجيه صدمة كهربائية لمنع السجين من التصرف بشكل غير لائق في قاعة المحكمة. ومع ذلك وجدت محكمة الاستئناف لاحقاً أن محامي ستيفنسون فشل في الاعتراض على استخدام الحزام، وهذا الفشل أثر سلباً على مرحلة إصدار العقوبة في محاكمته. ورغم أهمية الجوانب القانونية لهذه القضية، فإن الجريمة نفسها تظل تذكاراً مؤلماً للمأساة والوحشية التي وقعت في عام 1996، فقد أدت أفعال جون ستيفنسون في ذلك اليوم إلى فقدان 3 أرواح بريئة، وتركت أثراً دائماً على عائلات الضحايا. ريجنالد دبليو بلاندون الذي تم إعدامه في 3 يونيو عام 1981 بسبب جريمة قتل ارتكبها في سان أنطونيو، تكساس، كانت لديه تاريخ معقد يشمل إطلاق نار مميت واتهامات بالسرقة. في 13 من أبريل عام 2000 ذهب بلاندون وشقيقه التوأم روبرت بلاندون برفقة صديقة روبرت لاتويا مابري إلى شقة كارلوس غازا، وهو شاب من أصل إسباني يبلغ من العمر 20 عاماً وكان معروفاً لديهم. بينما كانت مابري تنتظر في السيارة، اقتحم الشقيقان شقة غازا بالقوة بعد أن كسرا الباب. بمجرد دخولهما أطلقت رصاصتان، إحداهما أصابت غازاً في جبهته، مما أدى في النهاية إلى وفاته المأساوية. خلال اقتحام الشقة لم يكتف التوأمان بسرقة النقود والبحث عن المخدرات، بل أخذ أيضاً مجوهرات تعود للضحية. لاحقاً باع ريجنالد بلاندون هذه المجوهرات مقابل 79 دولاراً. قامت مابري التي كانت في السيارة أثناء الحادثة بالإبلاغ عن الجريمة للشرطة. قدمت وصفاً مرعباً للأحداث، مشيرة إلى أن غازا قد واجه التوأمين أثناء وجودهما في الشقة، وأطلق ريجنالد الرصاصة القاتلة، وتم تتبع المجوهرات المسروقة بما في ذلك سلسلتين وعدد من الأغراض الأخرى إلى متجر محلي لبيع الرهونات، حيث تم تصوير ريجنالد وهو يبيع سلسلتي ذهب وميدالية دينية تعود لغازا مقابل المبلغ المذكور. عند القبض عليه وجد أيضاً أنه كان يرتدي خاتماً وسواراً يعودان لغازا. تمت محاكمة ريجنالد بلاندون وإدانته بتورطه في جريمة قتل كارلوس غازا، كما تم اتهام شقيقه التوأم روبرت بلاندون وصديقته لاتويا مابري في الجريمة. تم توجيه تهم لروبرت وإدانته إلى جانب ريجنالد، بينما تعاونت مابري مع السلطات وقدمت شهادة مهمة. أثناء تنفيذ حكم الإعدام أعلن ريجنالد بلاندون براءته واحتج على الظلم في إدانته، مصراً على أنه لم يقتل كارلوس غازا، وواصفاً الإجراءات بأنها غير عادلة. عبر عن حبه لأصدقائه الحاضرين بما في ذلك خطيبته ساندرا ستافورد، وشجعهم على الاستمرار في النضال من أجل تبرئته. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لمتابعة المزيد من المحتوى المشوق. شاركونا آراءكم في التعليقات وما هي القضايا التي تودون أن نناقشها في المستقبل. شكراً لمشاهدتكم، ونتمنى لكم يوماً مليئاً بالسلام.